سؤال، ليه انت يعني ليه علماء طب الاسنان يصنفوا حاله بحر كما انت قلت لي علميا على انها الاصعب في العالم، تندرج تحت مسمى انها الموست ديفيكالت؟ تمام. الاول لازم نبقى عارفين ان في تجميل الاسنان احنا عندنا ثلاث انواع او ثلاث حالات في عالم تجميل الاسنان. في حاجه بتبقى سيمبل، الحاله اللي بعد كده حاله اسمها كومباوند. كومباوند يعني مركبه. لو اتنقلنا بقى للمرحله الثالثه وهي الكومبلكس. كومبلكس يعني معقده. معقده ليه؟ معقده لان بيبقى فيها اللثه والاسنان وتدخلات تانية كمان. علاج اللثه نفسه كان كومبلكس ليه؟ لان انت في الحاله دي انت ما عندكش زياده في اللثه منتظم. من غير الكلام اللي احنا قلناه ده مش ممكن تطلع كيس توصل للمراحل اللي احنا وصلنا لها. عشان كده الكيس دي فعلا من اصعب الكيسز، وعشان كده هي اتقبلت في 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 مسابقات عالميه بره، فبنقول عليها اوسكار تجميل الاسنان. فالكيس اللي زي كده هي اللي بتبدا تخش تنافس في 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 المسابقات العالميه في تجميل الاسنان. فالكيس اللي زي كده هي اللي بتبدا تخش تنافس في المسابقات العالميه في تجميل الاسنان.